76 عاماً من الاحتلال، القتل والتهجير والفصل العنصري والحصار، و224 يوم من الإبادة الجماعية في غزة، مئات الشهداء والجرحى الرياضيين، كل ذلك لم يكن كافياً للفيفا حتى تتخذ قرار بحظر الاحتلال أسوة بروسيا وبيلاروسيا. للحديث عن هذا الملف ينضم لنا الإعلامي الفلسطيني خليل جاد الله. مساء الخير خليل، وأهلا وسهلا فيك بإكسترا تايم. مساء الخير لك سميحة، مساء الخير كمان لكل السادة المتابعين. قبل ما نبلش حديثنا منشوف ما حدث في كونغرس الفيفا ومنبلش. قرابة 40,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين، استهداف للرياضيين قتلاً وجرحاً وخطفاً وتعذيباً، تدمير الملاعب والصالات والأندية، كل ذلك لم يستدعي من الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخاذ قرار عاجل لمعاقبة كيان يمارس الإبادة الجماعية والتهجير منذ 76 عاماً. العالم كله ترقب اجتماع اللجنة العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الحدث الأبرز فيه بشأن التصويت على طرد اتحاد كيان الاحتلال من المشاركة في المسابقات الكروية عطفاً على الجرائم المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طلب فلسطيني مدعوم أردنياً بمنطقية كبيرة، وكان من المنتظر أن يكون الحظر واقعاً، والاستناد كان على حرمان المنتخبات والأندية الروسية من المشاركات، بل ومعاقبة بيلاروسيا التي تدعمها سياسياً في الحرب الأوكرانية، إلا أن ازدواجية المعايير الدولية تتواصل. الفيفا قررت عدم اللجوء للتصويت على القرار، بل التوجه لطلب استشارة قانونية، حيث ستعقد جلسة استثنائية قبل 20 من شهر يوليو المقبل لمراجعة التحليل القانوني وتحديد كيفية المضي قدماً. قرار صادم وقيم وأخلاقيات اللعبة أمام اختبار حقيقي، لأن المطالبات الفلسطينية والأردنية بدأت العام الماضي، وكان لدى الفيفا الوقت الكافي لدراسة الملف، سيما وأن قرارها بحظر روسيا لم يتطلب إلا ساعات. فهل يصدر القرار العادل أم أن لشبه الفساد والكيل بمكيالين في الفيفا جولات أخرى؟ خليل، قبل أيام أطلت علينا ذكرى النكبة 76، والرياضة حالها حال جميع مناحي الحياة في فلسطين، بتعاني من القمع والتضييق، ولو حكينا شو ما حكينا أكيد ما بكفي. خلينا نحط الناس بالصورة، كيف يتم استهداف الرياضيين الفلسطينيين؟ تمام، كمان مرة بصل الخير لك سميحة، طبعا يعطيك العافية. كمان أنا يعني كمان بدي أستغل هاي المساحة البسيطة عشان أشكر قناة رؤية بما فيها طبعا إكسترا تايم بقية البرامج على التغطية الاستثنائية لما يدور في فلسطين، وهذا الشيء عودتونا عليه في وقت سابق طبعا دائما. اللي صار طبعا اليوم واللي بتصير بالأيام الماضية أعتقد أنه يعني استهداف غير عادي، صادم، مؤلم، موجع، كارثي بكل المقاييس لكل ما هو فلسطيني بما في ذلك الرياضة الفلسطينية. الأرقام مفجعة سميحة، الحالات كمان استثنائية. نتحدث اليوم عن 266 شهيد رياضي على أرض فلسطين، نتحدث عن 184 لاعب كرة قدم من هؤلاء الشهداء، نتحدث عن تدمير أكثر من 50 منشأة رياضية في فلسطين، نتحدث عن استهداف الحكم واللاعب والإداري والمشجع والملعب وكل ما يتعلق باللعبة في فلسطين، أي أن الاحتلال دمر اللعبة كلها في فلسطين، وهي التي تستند وترتكز على عدة مكونات، منها مثل ما قلنا اللاعب أو الحكم أو الإداري، كلهم قتلوا في فلسطين واستهدفوا واغتيلوا من قبل الاحتلال. فالحالة صعبة، الرياضة متوقفة طبعا كليا في فلسطين، والأمر لا يتعلق بالتوقف فقط وإنما كمان يتعلق بأن الاحتلال يريد إرجاع الرياضة الفلسطينية بما طبعا يتضمن ذلك من انتهاك لكل الحقوق والأعراف والمواثيق الدولية على أرض فلسطين، ليس الرياضة فقط، ولكن لو خصصنا الحديث عنها فهو يريد أن يرجعها عشرات السنين الوراء بتدمير لكل يعني القواعد التي بنتها الرياضة الفلسطينية في السنين الأخيرة. نعم،
في غزة طبعاً تم تدمير واستهداف الأندية واللاعبين وأيضاً المنشآت، وفي الضفة يحاول الاحتلال إغلاق العديد من الأندية. برأيك هل يرتبط استهداف الهوية الفلسطينية الرياضية بعقدة الاحتلال بعد نبذه من قارة آسيا في سبعينيات القرن الماضي؟ يعني يتعلق بهذه الجزئيه سميحه بالضبط، برافو عليك. يعني لها علاقه بانه كان الاتحاد الاسرائيلي للاسف يلعب في اسيا وتم طرده بصوره وقتها يعني اقرب بالعدل من ايامنا الحاليه، اللي ما حداش قادر يوقف الاتحاد الاسرائيلي ودولته عند حدها. فهذا جزء، لكن جزء اخر يتعلق بانه كمان هو عمال بشوف انه الرياضه الفلسطينيه خطت خطوات استثنائيه مش متوقعه كمان رغم التضييق الاستثنائي عليها في السنوات الاخيره. فاي شيء فلسطيني متحرك، اي شيء فلسطيني يدفع الفلسطينيين للامل للحلم، لكمان انه الناس تعرفهم تشوفهم تقرا معاناتهم من خلال مجال كمجال الرياضه وكره القدم اللي يعتبر طبعا مجال مهم اليوم وسلاح ناعم تستخدمه كل الدول للتعبير عن قضاياها ومعاناتها وايصال اهدافها فيستهدفها. فاعتقد الرياضيين يعني بتعرف السميح متذكر قصه السرسك، قصه كمان سامح مرعبه، اللاعبين الفلسطينيين اللي تم اعتقالهم في وقت سابق، واليوم يعني مع الحرب الحاليه المسعوره كان الاستهداف كمان مسعور للرياضه الفلسطينيه بصوره غير متوقعه غير مسبوقه. يعني اخر قصه يمكن كمان سميحه بدي اشارككم اياها، العلاقه بلاعب فلسطيني سابق ومدرب حالي اسمه محمد شتاوي، هذا للاسف خلال الحرب الحاليه او العدوان حتى الحالي فقد ابنه، فقد زوجته، فقد ثلاثه من اخوانه، فقد ثلاثه من ابناء اخوانه، فقد بنت اخته، وفقد والدها كمان، يعني 10 من افراد اسرته المقربين فقدهم خلال العدوان الحالي. ولم يكتفي الاحتلال بذلك، هو فعليا دمر منزله وتسبب باصابته، عنده اصابه كبيره بقدمه، عنده تهتك في الانسجه، عنده تهتك في اعصابه. الزلمه نفسه هذا هو محمد شتاوي اللي فقد 10 من افراد اسرته وهو مدرب كره قدم ملوش يعني مش عامل شيء للاحتلال، الى الان نزح 7 مرات، نزح خلال اصابته، كانوا الناس لما يعني ياخذوه من منطقه لاخرى اللي هم اللي ضلوا عايشين من اقاربه بيحملوه حمل لانه محمد كان عنده اصابه كانت قويه بقدمه، فهذه حاله من بين حالات، الاحتلال اجرم فعليا في حق كل ما يتعلق بفلسطين في هذه الايام منهم كمان الرياضيين الفلسطينيين. وبيجي لك الكونغرس اليوم بيروح بيأجل التصويت، يعني برأيك فعليا هم ما طلعوا قرار وقالوا انه بدهم هم يحطوا لجنة خبيرة قانونية لحتى انها تدرس الموضوع. برأيك هل فعليا ستتم دراسة هذا الملف واتخاذ اي خطوات بحق الاحتلال في المستقبل القريب؟ يعني الظلم احنا تعودنا عليه سميحة مش من اليوم انما من سنين، يمكن كونغرس زيورخ 2015 كمان كان شاهد على هذا الموضوع لما الاتحاد الفلسطيني طالب بحظر الاتحاد الاسرائيلي بين قوسين، وبرضه الفيفا يوم ما عملت لجنه. وسبحان الله في مثل بفلسطين بعرف اذا بدهم استخدامه في كل الدول انه اذا بدك تموت موضوع حوله اللجنه، يعني وكانه هيك صحيح. فاللي بصير هيك يعني اللي بصير بالضبط انه بدهم يموتوا الموضوع، بدهم كمان خلاص يعني يخلوا اوكي احنا الفلسطينيين سمعنا كلامكم، كلامكم مقنع لكن بنقدرش نعمل اي تصرف اتجاهه. والغريب سميح انه هم ان كان الاتحاد الدولي او حتى كمان الاتحاد الاسرائيلي بعد ذلك لما تكلم عن طريق رئيسه يعني عنده كثير تناقضات، لما قال لك انه والله الفيفا مش اختصاصها تنظر في هاي المواضيع، او الفيفا كمان والمواضيع هاي مش مكانها لانه الفيفا بتحاول دائما تكون ايد واحده وتجمع العالم مش تفرقها. طب كيف مش من اختصاص الفيفا واحنا وقت حرب يعني بموضوع اوكرانيا كان في وضع مختلف؟ يعني ليش تم اتخاذ خطوات سريعه بمجرد انطلاق الحرب في أوكرانيا؟ كيف بيختلفوا الموقفين؟ هي هاي ازدواجية المعايير اللي كنا نحكي فيها دائما سميحة، حتى يعني وانت في برنامجك هون والطاقم بتذكر كثير مرات حكينا سواء معي أو كمان مع ضيوف آخرين عن موضوع ازدواجية المعايير، وهي قصتنا كلها أصلا إن كان في الرياضة أو غير الرياضة، ما في ازدواجية معايير. لما الموضوع يتعلق بطرف اخر بيتم احترامه، لما يتعلق بالفلسطيني لا يتم احترامه، لكن مثل ما قلت لك يعني اي معامل بسيط هيك للعقل بيلاقي انه الموضوع هالقد متناقض. يعني انت بتقول انه الفيفا بتقدرش تعمل هيك، يعني حتى جانا انفنتينو اليوم رئيس الفيفا قال انه الفيفا مش بايدها تقرر في اشياء زي هاي مواضيع كبيره شوي على الفيفا، والفيفا بتحاول توحد. طب انت ليش وقفت الروسيين؟ مع انه الاتحاد الروسي لحد الان محظورين، روسيا لحد الان محظورين كمان ولاعبيها في الاولمبياد كمان يمكن قصه ثانيه، بس بالضبط لاعبيها في كره القدم في رياضات ثانيه كمان محرومين من المشاركه. حتى ابراهيموفيتش ان كان بنتفق معه او بنختلف اللي هو رئيس نادي تشيلسي كمان روحوه من رئاسه تشيلسي وقتها. صحيح. طيب برايك
نعم، الدعم الذي بدأ عربياً من الأردن وتحول الآن ليصير آسيوي وعالمي أيضاً، هل ممكن يحط الفيفا في موقف محرج أو يضغط باتجاه حظر الاحتلال؟ هو الواحد يعني بينه وبينك اليوم تفائل لهذا الشأن، يعني تفائل انه في اتحادات دوليه كثيره كمان وقفت الى جانب الاتحاد الفلسطيني، تفائل انه كمان في اتحاد اسيا وامبارح كان عنده موقف مميز عن طريق الشيخ اللي هو سلمان البحريني رئيس الاتحاد الاسيوي لما تكلم عن دعم الاتحاد الفلسطيني، وتفائل انه الاتحاد الاردني فعليا كمان يعني الاتحاد الاردني يعني وكانه لسان حال الاتحاد الفلسطيني حتى يتحدث بلهجه يعني قوية جدا، وكان الموضوع يعني تماما هو يعني تماما، لأنه اليوم حتى حديث سمر نصار كان قوي جدا كان ملفت، قالت للفيفا أنه أنتم يعني بتحكوا عن موضوع التعاطف ويا إنفانتينو، وأنت كمان قلت أنه إحنا نتعاطف مع الفلسطينيين اللي بموتوا ضحية للعمال وبصير، أنت مش هذا شأنك. قالت للأمم المتحدة تكلمت عن هذا الموضوع، كثير من القطاعات اللي هي الدولية تكلمت عن هذا الموضوع، أنت اليوم كفيفا دخلك انك تحكي عن الموضوع اللي جاي الاتحاد الفلسطيني يناقشك فيه او كمان يطرحه، فطالبت الفيفا بالتصويت، طالبتهم بالاسراع كمان في التصويت على هذا الموضوع والاشاره لمشروع قرار المشروع القرار الفلسطيني، وكان حديث فعليا امين عام الاتحاد الاردني لكره القدم مثل ما قلت جريء واقعي قوي، وردت كمان على الاتحاد الاسرائيلي لكره القدم اللي تكلم انه والله برضه مش مكان القرار الفلسطيني اللي هو الفيفا، قالت له انه انت حديثك كله كمان غير مناسب لما تتحدث بهذه الطريقه، فكان في دعم، لكن نكون صريحين شوي سميحه يعني حتى الاتحاد الدولي اللي قاعد بيقول للناس كمان في كل مره انه ما تدخلوش السياسه بالرياضه كمان هو يخضع لتوجهات سياسيه، يخضع كمان لحسابات سياسيه، يخضع لموازنات او موازنات يعني الناس كيف بتفكر فيه من ناحيه سياسيه، صحيح. في دول قويه لساتها بتمول في السياسه يبدو انها كمان بتحط ثقلها كمان بالرياضه. نعم، خليل شفنا الفجوه بين الفيفا والجماهير في كأس العالم الاخير، وكل الجماهير حملت فلسطين الى البطوله وتحولت لاداه دفاع عنها، وكمان هذا الموضوع تكرر نفسه في آسيا. كفلسطيني احكي لنا قديش مؤثر ومهم لكم انه تشوفوا علمكم والحب لفلسطين في كل مكان، خصوصا انه القضية الفلسطينية قائمة على تثبيت الوجود والهوية. يعني ربما هذا هو السؤال الأهم اللي يجب ان يطرح سميحة بالفعل، احنا كيف بنشوف؟ انتم كيف بتشوفوا؟ الناس كيف بتشوف؟ الناس اللي فعليا ما عندهاش التوجهات السياسية ولا بتخضع كلام هذا او ذاك، الناس هون بفلسطين دائما ترى بانه املها بالله سبحانه وتعالى كبير، وبتشوف كمان انه استمرارها بالصمود على ارضها متعلق كمان بهذا الامل، يعني قديش فعليا بتشوف في دعم، قديش فعليا بتشوف في تضامن من اخوانها من العرب من الاصدقاء من كذا وكذا، الشعب الفلسطيني بضل صامد بارضه، وراح يجي يوم يمكن احنا اليوم محكومين لقوانين للاسف يتحكم بها ناس ما بتحبناش، ناس بتكرهنا، ناس تآمرت علينا، ناس بيوم من الايام اصلا كانت سبب نكبتنا، بتكلم عن امريكا، بتكلم عن بريطانيا، بتكلم عن فرنسا، المانيا الى اخره من الدول اللي كانت سبب في نكبه الشعب الفلسطيني، فنطلب من نطلب منهم الانصاف مش راح ينصفونا، لكن على الاقل العالم الحر، الناس الطيبه، محمود مرضي ورفاقه في مثلا كاس اسيا، التعمري ويزن للعماد واخرين من الاردن ومن الدول العربيه كمان، وقفوا الى جانب فلسطين في كاس اسيا الاخيره، والدول احنا عارفين جواتها هي واقفه الى جانب فلسطين، يمكن القوانين مش راح تنصفنا، لكن على الاقل انا بقول انه ما دام العالم معنا احنا مستمرين بصمودنا، وان استمرينا بصمودنا صدق راح نغلبهم بيوم من الايام سميحه، راح نضل قاعدين على قلوبهم، مغلبينهم، موجعين راسهم وناخذ حقنا. إذا مش بالقانون رح يجي قانون بيوم من الأيام ينصفنا، لما نضل يد واحدة، لما نكون أقوياء، لما كل العالم يكون معنا، القانون نفسه رح يتغير ويكون لصالح الفلسطينيين بيوم من الأيام، بس مهم إنه الناس تضل معنا تحكي بقصتنا، بنتكلم اليوم عن أكثر من 250 شهيد رياضي، إيش ضل؟ لازم الناس عن جد تركز على الشعب الفلسطيني، تركز على معاناته، ولا سيما الرياضيين، على الأقل الرياضيين يتضامنوا مع الرياضيين. صحيح، الجميع رح يكون في ظهر فلسطين وبدعم بفلسطين، وفلسطين رح تضلها صامدة بكل تأكيد، وعلمها مرفوع في كل الملاعب مش بس بكرة القدم، حتى في الرياضات المختلفة، وإن شاء الله بيستمر الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالنهاية بتحقق العدل وبتم حظر الاتحاد الإسرائيلي، وفلسطين بكل تأكيد رح تنتصر. خليل، بأشكر حضورك معنا لليوم، شرفتنا وأهلا وسهلا فيك.